ميسرش راسك يا مولاي، الأمير بنيبان هو اللي راح يربح الترنوا، غلبهم الكل. وزيد بابا الملك بوشكارة وراح يجي غدوة. مرحبا بها على كل حال، بصح أنا بنتي ماهوش عاجبها الحال. يا لبالي راك تخمم على مستقبل الأمير عبلة، ولكن مع الأمير بنيبان ما يخصها حتى شيء. يا قندير علاش أنا بنتي كش ما يخصها؟ أنا ثاني بنتي ما يخصها والو، بصح بنتي لازم لها أمير على الأقل يعجب. ماك تشوف السيد كثر ويعلف، كارثة هذا. بنيبان وقيلا اليوم اللي بديت تاكل في حياتك؟ لا لا مولايا، احنا في القصر ديالنا كل يوم ناكل كبش. الله يبارك، تما عندك 365 كبش في العام، تما عندكم دايما عيد في الدار. احنا ديما عندنا العيد. صح عيدك. الله يسلمك. ما تقلقش يا مولاي، بعد العرس الملك بوشكارة راح يدعمنا، هكذا نردو الديون نتاع دهمانيس وفريناها. جبت الزرنا؟ جبت. لا ما جبتش. وشابو زيد جبته؟ لا يا مولاي. شت راك اكوتي على بالك، اما لا غير زيد جيب مصاب وشافة، جيب لوركيل سامفونيك، جيب. الله نحير فيك انا يا قنديل، ما تجيش تهضر لي على العرس قبل لا فينال. اسمح لي يا مولاي اسمح لي. مولاي عاشور العاشر، انا الجنرال فارس. نعرفك نعرفك، قلت لك كابورال انا. نقدم لك الامير وسيم المتوحش من مملكة الوحوش. هاي الهدرة. بونسوار مولاي. واو بونسوار. اقعد وسيم اقعد. تفضل تفضل. ميرسي. مرحبا بك. سافا؟ الحمد لله ميرسي. اتخو فاتيكي من الطريق؟ لا لا شوية شوية مي سافا. الحمد لله الحمد لله. بو هذا وسيم المتوحش وراه؟ اجاش؟ قدامك مولاي عاشور. انا جيت المملكه تاعكم باش نلعب لا فينال ونربح يد بنتك عبله. يا عمري ماذا بينا ماذا بينا تربح. اعطي له ياكل. لا بالو وسيم. نعم. لازملك تاكل وليدي. يا ميرسي مولاي. وسيم عمر باش دير لي بغا باش ها لافومبرا، باسكو غدوه على بالك عندك كومبا واعره. وسيم تفضل كل بصحتك ومرحبا بك عندنا. ميرسي بوكو. بركي لا تقدر تجيب لي موس وفرشيطه؟ عبالك مولاي لي باكتيري دايرين حاله، الوغ الواحد اللي فيت لو ماكسيموم. ميرسي بو. هاك ها الفرشيطه وها الموس. يعطيك الصحه يعطيك الصحه. تسمى ما صرتش كاع واش تجيب لنا متوحش، صرتنا غير هذا القطوس هذا. مولاي العود اللي تحقره يعميني. مولاي شوف لا كاركاس، شوف القلب الداخل شافيه. هبالك مولاي انا واحد الخطره في واحد الحرب، واحد السيد يبدي واحد ثلاثه اربعه خمسه بالك سبعه كاع من بنيبن كليته بالصوت تولى الدموع. هاك الدموع يسيدوا هاك. فكرني فارس وقتاش وقع هاد الحرب هذا؟ هذه واحد الحرب قبل ما نجي للمملكه، كنتوا ما عاد ما تعرفونيش. امير وسيم احكي لهم احكي لهم احكي لهم شنو كنت تحكي لي في الطريق، قول له هذوك لي تكنيك والحروب ولي باطاي تاعك. مولاي عاشور واش نحكي واش نخلي؟ يا خا انا كي نرفد السيف سي لا كاتاستروف، اللي نحكمو نذبحو يخافوني كاع. وما فهمتش علاه. انا على بالي بس كنت متوحش واش خروف معروف. صح مولاي والله لا خروفه. مولاي عاشور انا نضمن لك ستاد غدوا يتعمر، انا نحب الهول سورتو كي يبداو يعيطوا واسم واسم واسم. انكرويابل. واش قلت لي على العرس؟ قلت لك ما تحقرش العود اللي تعمي عين فارس. امير واسم بدا بيا نقدم لك الخصم نتاعك. جوستومون وراه ما شتوش، ما تقولوليش خافني وما جاش. لا 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 راهو هنا راهو مقابلك. او مون ديو او مون ديو. مولاي انا في رايي بنيبان هو اللي راح يربح. ما علينا نحضروا العرس هكذا نهار لا فينال نكونوا واجدين ونتهناو.
هذه آخر مرة تضلي فيها على العرس. بجي اسمع الهضرة على العرس من عندك. خلاص. ياك تروى مثل ما خلاش. وهذا بنيبن، هذا بنيبن لكم تهضروا عليه. مازال ما ربحش. ولا راني غلط. برهان. مولاي. تبعث لي للأمراء ولا معاش. مولاي. إذا سمحت لي، الحمام اللي عندي كاملة بعثتهم وما بقى لي حتى أمير. الأمراء اللي كانوا هنا كاملة خسروا على بنيبن. مولاي أنا وسيم المتوحش باش لقيته بالك شايف. ما تزيدش تضل على ذاك وسيم المتوحش يرحم بابك. أنا بنتي ما نبعثهاش تدير أفونير، أنا مع وسيم المتوحش هذا تاعك. كي سمعت اسمه أنا قلت حاجة تزاقات. هذا متوحش بل يخلع سيد رقيق. متوحش معناتها يتوحش 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 كيما. برهان مولاي دوك هذا التورنوا لازم نكملوه، ولا فينال لازم تندار. ماذا بيا ذا وسيم المتوحش هذا نبدلوه. مولاي مادام ما كاين حتى امير، اذا سمحت لي يا مولاي. تفضل تفضل. شو انا نقولوا علاش ما نبدلوش واحد من الجيش، نبدلوا له نغيروا له، ندكزيوه شغل امير ونبعثوه يحارب مع بنيبن. برهان قوانين التورنواي ما يسمحوا لكش تدير واش راك تقول. انا اللي ندير القوانين هنا، وبرهان عنده الحق. فارس لازم تبعث الواحد من تاوعنا من الجيوش، واحد اللي نقدروا نتكلوا عليه. فارس وجيبوا لي الضوك توت سويت. يا مولاي انا الجنود نتاوعي قارهم مبليسين، وكل الحرب التاليه وخسرناها، انا مبقى تا واحد. يا سيدي ودوكا كيفاش نديرو؟ وناك تخدم فيا مولاي. انا كل ما تدروني في بلاصه واحد راهي تخلط، وانا حاب ما تدرونيش كاع امير مولاي. وهذاك بنيبن هذاك انا ما نقدر نرجع. انت شكون فكر فيك انت يا خزرت بك؟ رقبتي جات عندك خزرت فيك، ما فكرش فيك كاع من جري بالي كاع. انا تا تيماجيني في روحك تا في لا فينال، تمني حبس من مخي انايا تا وبنيبن. ما تمسخرش نوري. كنت نشوف الفلون هيا كي كان يرشح هذا ما كان. مولاي على بالي فاش راك تخمم. ما على بالكش كي يقول لك ما على بالكش ما على بالكش، انا نعرف. يا اخي لبنى بنتي يا ضحكتيني على بالك. هكذا راهم يعلموكم في المسجد. يا اخي حاله يا اخي. قولي لي خيرك كي تقراي مليح؟ اوف كورس دا. راني زعفان عليك على بالك راهم لينار طالعين لي حتى لهنا. واي كيفاش؟ عبله تظل في القصر وانت الريحه تاعك ماكش في القصر يا بنتي، وعلى ما تحبيش بابا لبنى؟ سوري داري. هذه المره شوفي تيوزداي بصح لا بروشان فوا راح نزعف عليك بزاف يا بنتي. اوكي. العدس ديالك يا ماريا واش نقول لك؟ وراك تاكل في الجوع بنين بنين كيفك ديري؟ واش عندك في ذوك اليدين يا ماريا؟ على بالك ماريا فكرتيني في اليامات. لبنى ليف اس الون بليز. لبنى باي داري. باي باي بنتي. كبرت لبنى. ماشي وقت تبلعني اشورتان. واش تستق عندي؟ You should be ashamed of yourself. كاموشي لي راك داير وتجي كي لي ما صرا والو. يا ماريا جوستومون انا راني جيت ليك باش نفهمك. واش تفهمني يا شورتان؟ اتس فيري كلير. بنتي تزوجت كيما تحب وداير تورنوا وجايب اي دونت نو هو، وتنقول لي نخمم على صلاح ابلا. Do you realize who she's going to marry؟ على بالي على بالي، هذاك هو البروبليم. Oh, for God's sake. بنتي ما تزوجش كيما عندك elephant. علاش بالنسبه لك ماريا؟ انا راني حاب نعطي بنتي لهذاك البتيه. Stop the tournament. Tuesday. ماريا Tuesday. ما نقدرش. نعطي كلمة. أنا نحب نصيب حل بلا ما تطيح كلمة ماريا. Prince Wasim must win. لازم يربح. Prince Wasim. قاع ما يقنعنيش. هذاك كان تيت الدخلي تعطيها بعيطة يطيح. ما كاش ما. أشورتان. أنا على بالي واش ندير. شوفي لما زلك شوية عدس.
شكون؟ مولاتي ماريا؟ برهان. مرحبا بك مولاتي، خير ما جابك. لازم تعاوني برهان. شرف لي نعاونك مولاتي. البغرير صحة مولاتي، بصح كان غير ما شقيتي شي روحك. قولي لي باش نقدر نعاونك. ماشي ليك برهان، هذا تايبتو برنس بنيبن. أمير بنيبن. however خاصتو حاجة لي أنت راح تزيد حلو. سامحيني مولاتي بصح ما فهمتكش. What's this؟ مولاتي هذا شيء خطير، لو كان غير تحطيه. I have no other choice برهان، لازم نسلك بنتي، ولو كان ما ديرش هكا راك على بالك كاش تخلص ليها. برهان مولاتي نفهمك وعبلت غذنينا كذلك، صح مولاتي لو كان يسمع مولاي عاشور. ما تخافش برهان، دير واش لازم and I'll take care of the rest. يا بنتي على بالك ما نحبش كي يشوفك هكذا. انت حبيتني نكون هكذا. انا منحب لك الخير وزيد راني عارف واش راني ندير عبله. او جابني بندير روحك تضحكي. مولاي مولاتي مولاي سيبي فزي لقيتك راني حاب نهضر معاك. حتى انا نحوس عليك ويعطيك الصحه على لي كومبا اللي درتهم. اذا باش توصلني على التورنوا كون مهني غير انا اللي نربح. الله يبارك. لا لا على بالي باللي قادور. عيطت لك في الحقيقه قالوا لي بلي تحب البغرير وراني جبت لك البغرير يا بنيبل. باجي. او مولاي يا سيبي بصح كيفاش على بالك بلي نموت على البغرير؟ واش بنيبل اللي حب البغرير معروف. عبلة عبلة مش بيها حبلة راحت مولاي يا سيبي. هاك تعرف النساء راهي محيرة عليك مسكينة. ما ما صبرت شي بصح ما بقاش قد اللي فات وتولي مرتي. ياك شي بغري مولاي يا سيبي؟ لا لا يا اخي انا عندي سياتيك نحاول طبيب. سيبري عندك الحق ما بقاش قد اللي فات بصح واش نقول لك معسل. يعطيك الصحة مولاي. بنين ها؟ ولا غير بنين. اشرب اشرب. نزيد لك وحدة. هاي هاي يا فليب. قريب كليت لي صباعي. واش خدمت؟ خلعتك عملك انا مريض. انا عم بلي قلت البغرير بالك راح يعطاك لك ليستوما وترنتيك ليستوما تاعك عطاك البغرير. خفت ما نربحش العشية؟ لا لا حاشا حاشا. غير انا اللي نزوج بعبلة. مولاي سيبي عبك واش عجبني في بنتك؟ واش يعجبك في بنتي؟ كي تحشم لما شافت رجلي يهضر مع باباها راحت. انا ثاني تعجبني فيك الحشمه يا بنيبل. الله يسلمك. بصح كان حاجه غير خير. انا حساس يا وغير بزاف وما نحبش كي يخزروا فيها. والديفو تاعي كي غير نزعف كي نزعف ما شتش روحي. بلا غير ما كان تزعف باش ما توليش ما تشتش روحك. ودوك انا نوصي في القصر نقول لهم حتى واحد ما يخزر فيها. هاك تسمع مخلاف بابها يا اخي. معليش انا اللي خلطت في بنتي. انت معليش بصح غير انت غير انا. جعلل <تصفيق
النع. يا سكان المملكة، اليوم لا فينال أمور لا فينار العرش إن شاء الله. المقابلة رايحة تلعب ما بين بني بن أمير مملكة حمستان والأمير وسيم المتوحش أمير مملكة الوحوش. وراء ذا وسيم هذا سرطاتور الأرض لوري، وراء وسيم المتوحش هذا ما جا حتى واحد مولاي. وراك رايح، وراك رايح مولاي. غي أقعد 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 أمرك مولاي. هذا وسيم المتوحش يا أخي تالي جبته يا مولاي. مصيبة طاحتنا على رسالنا. واش مصيبة طاحت على راسك؟ هذه تحت راسنا قاع. مش قلت لي العود اللي تحقروا ياميك ومن شعره وفي متوحش أنا تاني داني على نيتي. اه وكيف نديرو دوكا؟ خلنا نبريه وقال لك جداتها طاحت مريضة راح يشوف. يا حسرة واضح لما قلت لي صباح راح يشوف مانو. مولاي يجب لك تقوم وتعلن على الرابع. الأمراء راهم في انتظار. علاش ما كنت سامي راه هكذا اللي تقدر يتفارس مع هذا الحليفة؟ مولاي كل أمراء بارزوا ما بقى حد أعلن. إيه صح شوشو، هذا هو الوقت. شوف كرام يستناو. شوشو مولاي، جاء أمير جديد حبي الدار مع بليبن. شكون هذا؟ ماروش في قيمة الأمراء. حراس حراس اقعدوا مكانكم. هاش واش راك تدير؟ راني دافع على بنتي. واش راني ندير؟ نوري قل له تقدر تتبارس مع بنيبن. تاني
سلطان عاشور العاشر، العب واربح يوميا هاتف نقال من نوع ايفون 6 مهدى من طرف الموزع الرسمي اديماك، وذلك بالإجابة على السؤال التالي: من هو مخرج سلسلة سلطان عاشور العاشر؟ جعفر قاسم ابعت 1، محمد حازورلي ابعت 2. ابعت رسالة SMS على 66020. يتم إعلان اسم الفائز يوميا على الموقع الإلكتروني ashour10.com. حظ سعيد وصح رمضانكم مع مغامرة سلطان عاشور العاشر.